Hey, young, kill this shit out. اللي شاف خوف الخسران ما لازم شي يسكت حمادة قاعد في الخسران حمادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخوتتي في نهار جديد وموضوع جديد. أولا شكرا جزيلا جزيلا للناس اللي انضموا قناة بخويا فلوكس وتقوا في محتوانا، شكرا جزيلا بارك الله فيكم. ديما شكرا للناس اللي كتخلي التعليق، الناس اللي انضمت جديدا، الناس اللي مساندة بخويا دائما. إلا كتفرجوا فيا وانتم صايمين تقبل الله صيامكم، كتفرجوا فيا وانتم فاطرين بصحة فطوركم. كيف تعرفوا أخوتي هاد يعني هاد الشهور اللي مضات مع الحجر الصحي وهاد المصيبة التي أصابنا الله بها، يعني قلالت الخدمة، قلالت بزاف ديال الأنشطة. فلهذا الطريقة اللي الإنسان بدا تيبغي يجني بها المال، يعني شنو كظنوا؟ هو الانترنت. كنشوفوا بزاف د الممثلين ولا بزاف د المشهورين في المغرب بداو دابا كيديروا الجيفوي عبر الانستغرام ولا عبر اليوتيوب. وكل شيء اخوتي اش غادي نقول لكم كل شيء خارج من ظهر المتتبع او من ظهر المشاهد. وكاين حتى شي جيفوي كيداروا في اليوتيوب، ولكن ردوا بالكم راه غير النصب والاحتيال اخوتي، راه غير النصب والاحتيال. تيحط لك علبه تيحط فيها شي حاجه وخصك انت تقول شنو فيها، واللي قالها الاول كياخذ مثلا كيديروا جوائز 1000 درهم تليفون، يعني فلوس صحيحه. وعنده 1000 متتبع، 1000 متتبع عنده في فيسبوك، شحال غيربح منهم؟ كاع 10 اورو 20 اورو. انت غتربح 100 درهم 200 درهم وغتعطي 1000 2000 درهم؟ ما يمكنش، مستحيله. شنو كيديروا في هذه الحاله اخوتي؟ تيكون عنده بعض الاصدقاء كلهم واتساب، هو عنده التليفون ديال واتساب بلوس عندهم اكونت داخلين معاك في المسابقه، حتى هما كيشوفوا اللايف، حتى هما تيشوفوا اللايف. عندك تشوف سميات. غادي نوقف لواحد النقطه اخوتي، اغلبيه هاد الناس اللي في السوشيال ميديا ولا اللي كان غير المعروفين اللي متعارفين بيناتنا، يعني هذيك حاجه اخرى، ولكن كاينين حسابات راه ما كنعرفو، كاين رقم حساب شكون اللي مور داك الرقم، علم لله ما كنعرفوش، بنت ولد دري صغير دريه صغيره كبير كبيره، ما العلم لله ما كتعرفش انت كتعامل مع حساب. هذا هو اللي كاين، يعني الانسان خصو يرد باله لهذه النقطه. نرجعوا للنقطه ديال الجيفوي عبر الفيسبوك، يعني هذوك الاصدقاء ديالو راهم تيكونوا عارفين اش غيدير هو في العلبه، يعني وكاين واحد الوقت محدد شكون اللي غادي يقول الاول. تيجي واحد فيهم تيكتب تما كاين، فهمتي؟ كيجي الاستاذ اللي دايرين الجيفوي، نشوفوا دابا مبروك لك محمد جلال خويا، غدا غادي نصيفطها لك فيا، نصيفطها لك فيا بوست ولا هذا. المهم شكرا، ونطلبوا من الله تكلموا معنا تكملوا معنا، ومني تيكون داير لايف متى فهمتي، وصلوها لنا 500 600 وغادي نبداو المسابقه، 1000 وغنبداو المسابقه، وكله غير النصب والاحتيال يا اخواتي. فلهذا ما الانسان ما يثقش بداك الشيء، ما انت في السوشيال ميديا، ولكن كي كنقول عرف شنو تاخذ من السوشيال ميديا، يعني الانسان يرد البال لوليداته وامه اللي ندارو. والقضيه اللي دايرين الممثلات ولا المشهورات والمشهورين، هو يا سيدي كيكون عندها مثلا واحد 70 ديال المتتبعين ديالها، هذوك 70 ديال المتتبعين ديالها يعني تيكونوا ناس عندهم هكا انستغرام ديالهم ولا تيكون عندهم قنوات، كتشد من عندهم مثلا 3000 درهم لواحد باش دير لهم دعايه للقنوات ديالهم، كتمشي للمتتبعين ديالها. نعم سيدي، هادو اللي ما عندهمش القنوات مثلا كيتابعوا غير اللايف ديالها، واللي كيتابعوا غير اللايف ديالها والجيفوي، اش كتقول لهم؟
هيا دابا مثلا نقولوا غنقولوا مثلا عندها 10 شدات من عندهم 3000 درهم لواحد، اش كتمشي كدير؟ تشري مثلا فران، ثلاجة، شي بلازما، شحال غادي تطيحوا هادو كلهم مثلا؟ ثمن رخيص اوكي، كتخليها بحال المتتبعين اللي كيتبعوها عبر اللايف كلها، وشنو غادي يربح؟ هاد غادي هاد نقولوا هاد الربحة حقيقية، ولكن ما تنساش راها شو شحال مدخلة من عند هادوك اللي باغا دير لهم دعاية للقنوات ديالهم، بلوس اللايف اللي كانت خدامة به بألف الناس ولا 2000 ولا 3000، وخص المتتبعين كلهم يشاركوا عند هادوك اللي دايرين اللي مخلصين 3000 درهم، يعني تقريبا داك الألف ربما يمشيو كلهم عند هادوك ولا اللي كثر. فهمتوا اخوتي القضية كي دايرة؟ يعني القضية ديما خارجة من ظهر المتتبع مسكين. فلهذا الإنسان إلا كيشوف اخوتي يشوف شي حاجة اللي تفيدو، ما يشوفش شي حاجة اللي شوف شي حاجة اللي تفيدو، ما يشوفش شي حاجة الخزعبلات لا داعي لهذا. اوكي اخوتي هذه نقطة. النقطة الثانية، يعني رحنا مازالين في النصب والاحتيال عبر الانترنت. النقطة الثانية هو كاين شبكة اخوتي، يعني مافيا اش غادي نقولوا، راه رايجة في هذا الوقت كيستقطبوا الناس اللي عايشة في اوروبا وفي امريكا. انا نقول لكم بحالاش، مؤخرا واحد الدري في الانجليز شكل واحد اليوتيوب، طاح في واحد اش غادي نقول لكم، واحد المصيبه. المهم تعرف على شي بنت مقاوره راكم عارفين كتابيا، ذات تزاد القضيه، دخلت في حب، فهمتي، صورات القضيه، المكالمه هاتفيه، زاد داكشي الى سطورات الى الفيديو، يعني مكالمه عبر الفيديو. واش غادي نقول لكم اخوتي، باش الانسان ديما خصو يرد البال، راه قلت لكم الانسان ملي يكون تيسجل شي فيديو واخا تيسجلو غير بوحديته، كيف انا دابا واخا كتسجلو غير بوحديتك ديما احترس، يعني ما يكونوش شي مسائل لا في الخلفيه ولا اش غدير انت، ولا يعني الانسان يكون رد باله من هاد القضيه، لا اش تيقول ولا اش تيدير ولا شنو حداه ولا، فهمتي؟ المهم ما عليناش. هو دابا انا قلت لكم مكالمه فيديو معها الى تطورات تلخلع الملابس اخوتي، سمحوا لي على هذه الكلمه، يعني القضيه تطورت بزاف، اش غدير له؟ ناض كتبتزو، ناض تبتزو، الدري عايش في الانجليز ما عارف ما يدير مسكين، ما يعني تلف، اشنو هو اللي نفعو؟ هو التاج داك اليوتيوبر، قالوا المشكل ديالو وعطاه الارقام اللي كانت تهددوا بها. واش غادي نقول لكم، هاد القضيه عندنا في البلاد، الدري ماشي ولد البلاد، وتا اليوتيوبر ماشي ولد البلاد، ولكن من الزهر صديقنا اليوتيوبر اتصل بشي اصدقاء في البلاد، عطاهم الارقام، ومن الزهر ناضوا هددوها، يعني غيديروا لها جريمه الكترونيه، وعاد ابتعدات من الابتزاز عليه وبعدات منه. فلهذا الانسان اخوتي ديما يحضر راسو بزاف د الحوايج، يحضر منهم راسو، بالخصوص الشبكه العنكبوتيه، راه ما كتعرفش شكون اللي معاك ولا شكون اللي حداك ولا مع من انت كتهضر، يعني انت عندك كونتاك مع شخص، لا انت عندك كونتاك مع حساب. انا قلت لكم من غير الناس اللي كتعرف، اللي ما كتعرفوش راه عندك يعني واحد التواصل مع حساب رقمي، حساب ارقام تماك محطوطه، شكون هذاك الشخص ولا شكون ما كتعرف. لهذا الانسان اخوتي يحترس، يرد البال لوليداتو تليفونات وهذا، يشوف شنو واقع في الدنيا، فهمتي، ما يبقاش غافل، ونطلبوا ربي يسترنا ويستركم ويستر عائلتنا ووليداتنا ووليداتكم. كيف قلت لكم دابا الجريمه ولات سهلة غير في الدار وكدير جريمة. فلهذا إخواني أخواتي ردوا بالكم، وشكرا جزيلا ديما على دعمكم وعلى تفهمكم الفيديو السابق، شكرا جزيلا، وحتى الموضوع على الفلوق الجاي، أستودعكم الله، والسلام عليكم.